انا صادق من اصدقاء ديال الضحيه و جارنا فهمتي تيسكن حدا الدار على الدار فهمتي وعزيز علينا بزاف تلعبوا كره تنخرجوا واخا بعدنا فهمت زادينا هنا وكبرنا هنا وكلشي ولكن كل واحد مشى للساقر في بلاصه هو كان سكن في حي محمدي وانا في حي البركه فهمتي حي البركه وصافي شويه الطفوله ديالكم ودوزنا زوينه في الدرب هذا راه الدرب تيمشيو فيه دراري صغار الصراحه شحال من واحد مشى خلانا انا والله مازال ما تيقناش دراري اخرين مشاو الله يرحمهم كاملين والله ما الاب ديالو كيف ما كنا كنشوفو كان مصاحب معاه الصديق ديالو تيركب ويا في الطوموبيل تيخرجو تيضحكو عرفتي كيفاش الله يرحمو مسكين كانوا اصدقاء بزاف كاع سمعنا بانه كيحضر الدكتوراه شنو الدكتوراه اللي كان كيحضر ليها واقع على الاقتصاد كان تيقرا في المحمديه حيت انا كنت تنقرا في المحمديه وكان تيقرا في المحمديه سد لا ليسونس ديالو الدكتوراه واقيلا في الاقتصاد والله اعلم ما متاكدش مزيان كان كي تبارك الله وكان تيقرا عمرو سقط واقع على شي عام كان انا ويا نفس العمر ولكن هو فايتني بعام بحال تقول تقيد في المدرسه قبل مني فهمتي الله يرحمه مسكين واحد صريح اللي سمعت من عند الاستاذه ديالو اللي قالت الا كانوا غيموتوا لنا جوج ديال هاد الشباب بحال بدر غنتقاداو غنسدو راه غنتقاداو والواعريه الا بقاو تيدرقوا عليهم بحال هكا فيما يموت شي واحد بحال ما كبا عنده الفلوس ولا شي واحد شي صافي تيهرب منه تيهربوه صافي تيديروا لها ضريبه هي تنفخات دابا وبنادم تيدوي عليها والباجيت كيدوي عليها ويديروا لها ضريبه بحال ما كا يقول لك لا حق راه شدو لا حق راه شدو با لا راه ماشي هو لا راه هذيك تيقولوا واحد الرابو انا الله اعلم ما كنتش معاه هذوك اللي كانوا قالوا لك راه واقيلا كيشبه ليه لا راه واقيلا خو ولا راه واقيلا تيجي من العائله لا راه واقيلا شي واحد حالف عليه الرابور كو كان هو كنا راه شدو واقيلا بليد لحد بزاف ديال السطوريات ما يقدرش شي واحد قاتل له لوح ديالهم جوج كون سمعت انايا سمعت في العيون تقلون في العيون ماشي وواقيلا لا حتى المديريه ديال الامن ياك شفتها انا الصباح شفتها ولا كانوا والله ياخذ فيهم الحق ما نكذبش عليك خاصو اقصى العقوبات ما نكذبش عليك ما كانوش هو خاصو يشدو اللي دار الفعله حيت راه ما يمكنش صاحبي تقول كيما شويه سمعتي انا سبب هذه الواقعه هذه ربما انك سمعتي من الاصدقاء ديالو اللي قراو معاه او اللي كانوا حاضرين معاه اللي سمعت هما كانوا محتفلين به حيت هو واقيلا غادي يكمل قرايته برا غادي محتفلين به الاصدقاء ديالو كانوا معاه شي دراري من العائله ديالو كان غادي يكمل قرايته كمل القرايه ديالو ولا كان غادي يستاج لا كان غادي يكمل قرايته وجا الافات مسكين ومات الله يرحمه كانوا محتفلين به بحال ما كايا مشاو لماكدو يتعشاو ويرجعوا في حالاتهم تيقول لك على قبل الدريات اللي سمعت انا قال لك شفتي ليا في صاحبتي ولا تشوفه بعد كاع ما تيعاقب عليه كاع القانون شوف كيف ما بغيتي ما حد ما اداك فمو ولا ما جاش دوا معاك راه ما عندك ما دير اصاحبي غير في العمر شاف يلا عنده 20 عام الاخر كما كيقولوا كما يقال انه عنده 35 عام او ربما انه ما نحدوش هنا هو تزوج 30 سنه هادشي اللي سمعت انا ربما غتكون عنده 28 عام اللي هي اكبر من هذا الشاب اللي عنده 20 عام كيفاش غادي يقال انك الشيء اللي هي صاحبي واخويا بنادم راه بنادم بحال بنادم حكار تيقولك عنده الفلوس عنده هادي الله اعلم انا ما شفتش قالك ضربو داز عليه ماشي غادي هو يضربو زعما وبغى يخلعو ولاد قالك راه داز عليه ورجع عاوتاني عليه وبقى جارو عاوتاني حشومه واخا برد القلب بارد حتى للدرجه راه ما يمكنش صاحبي راه لا اله الا الله راه كنا ضعنا دابا راه عرفتي انا مريح في الدار عيط لي الدري صاحبي تيقول لي فلان راه مات تنقول لي الموت راه ما فيهاش الضحك اما زال لحد الان ما متيقاش صاحبي هذاك النهار عاد هو كيضحك معانا ودابا تقول لي مات راه ما يمكنش صاحبي
الله يرحمه مسكين الله يرحمه. احكي لي على هاد الهاشتاغ اللي دابا اليوم اللي هو اول نهار كيبان فيه، احكي لي على الهاشتاغ اللي درتو او اللي تبعتو في هذا الهاشتاغ. بادر خاصو ياخذ الحق ديالو، ما خاص الحق ديالو يضيع ولا يتدمس ولا يديروا ليه شي بلان بحال هكا. هذه رسالتكم. اه خاصو ياخذ الحق ديالو، خاصو يتخاد. بادر انسان الخالق وانسان طيب، وما تشوفش منه كلمه ديال العيب، ما تشوف منه حتى شي حاجه، ديما غتلقى الكلمه الزوينه تيقولوها عليه، كلشي تيقول عليه الكلمه الزوينه، ما كاينش شي واحد يقول عليه كلمه خايبه. انا بعدا عمرني سمعت شي حاجه كلمه ديال العيب، عمرني شفت بعدا مضارب يقدر يتناقش مع شي واحد ب مشدات كلام مشدات باش مشدات بالويده دراجه كره هذا احسن من هذا صافي شي حاجه اخرى. والله ما نكذب عليك الا ما كاينش شي واحد كيبقى شاد فيك وتشد فيا صافي سلاش شي حاجه اكثر من هذا ما كايناش كاع ما تلقاش منه صح. والله يرحمه ما عندك ما دير. الله يرحم الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.